اليوم كثير من الشغلات اللي كنا قاعد نسولف فيها كان فيها غنى وكذي، وعندنا ايضا ضيفه حلوه كذي ايضا في الاستديو، نقول لها صباح الخير. لا لا المايك يشتغل وخليك يرعى، جربي 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 على المايك. ايوه صباح الخير. صباح النور والهنا والسرور. بعد الصوت اعلى رشا، علي الليفل حده. هلو كيف حالك؟ زينه طيب ان شاء الله خير. ايضا نقول صباح الخير حق ضيفنا. لا صوتك ايضا صباح الخير، شلونك؟ طيب الحمد لله تمام. طبعا اليوم رشا يعني لعبت بالمستمعين كثير، سو باللبنانية ما ادري مصرية، حولها كويتي كويتي حولها مصري، وايضا لحن ويسكت ومش عارف ايش يعني. عندنا ايضا اليوم راح تكون كثير من الالحان الجميله داخل الاستوديو، ومثل ما قلنا عندنا صوت جميل رائع. انا طبعا ما قدمتش وما راح اقدمك، راح ننتظر مفاجأة. شويه مفاجاه يعني مفاجاه نسمع شيء لك غريب يعني مش كثير حتى بلغتنا. خلينا نسمعه. Koshi mama Korika echete me tomo Barba lies yasashiko Kemeto لنا على 1-3-8-5-1-3-8-9-1-3-8. هذا الصيف بعدنا مكملين وبلشنا ورجعنا وسنعود وعدنا، عم نحكي عن الفن اللي كل شوي بيتغير، وكثير ناس بتتعلم لغات جديدة بطريقة غريبة جدا. الياباني الانجليش خلص صار شيء ولا بد منه، صح عبد الرضا؟ بس الياباني صح. ياباني نسمع الياباني. Sarota yoto koshimama korika echete metamo barbolize yasashiko. عجيب عجيب عجيب. صباحك ورده اول مره ثانيه. اهلا وسهلا. ايما يس. فنانه كويتيه يس، وتغني بالياباني يس، ومو بس الياباني بعد يس ممكن تقولي. تغني ما شاء الله عليك ياباني يب وانجليزي يب وامازيغي. امازيغي طبعا كثير من الناس يمكن ما يدرون شنو الامازيغي هذا. الامازيغي يمكن البعض طبعا ايضا يطلق عليهم البعض انزين البربر، وهم موجودين طبعا في الجزائر وتونس والمغرب وايضا في مصر. ويمكن بنسب قليله من غرب مصر. غرب مصر بالضبط. وبعد شنو هي اللغات الثانيه اللي ايضا تغنينها؟ فرنسي وهيبرو وبعد شنو بعد وايد وكويتي طبعا. كويتي اكيد طبعا. زين بعدين انت مو بس تغني، انت ايضا تمثلين يب و قصه تعبيريه وايضا تكتبين واكتب وترسمين والحن. عندي تجارب رسم. زين ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. واخرج بعد شنو شو اسوي؟ اعزف بيانو. رشا المفروض نلعب ايما انزين تعطيني. انزين لازم العبها. تعطيني ام كلثوم بالكويتي. اذا اعطينيكي مقطع انك تمثليه بتمثليه؟ طبعا اكيد. خليك تلعب معنا. يلا يلا اوكي.
انا الحين امثل ايش قاعد تسوي؟ لا لازم اعطيكي المقطع. كركوره انا احبكم يا احبابي، هيا بينا نلعب يا اصدقاء. انا احبكم جميعكم، انا كركوره. هذه واحدة من شخصياته في مسرح الدمى حق مسرح الطفل مع محمد الحداد. ما شاء الله. لا نحن نعطيكي دور، كنا نعطيكي دور تمثلي. يا ساتر. خلينا نشوف. يلا طيب خلينا نجرب. يلا عسل مصعد. صرنا بال 2030 وصار بإمكان الست تتقدم للرجال عادي. انت رحتي لتتقدمي لشاب وقاعدة قدام أهله وبدك تطلبي إيده 30 ثانية حديثك مع أهله تقنعيهم بإنك الفتاة المناسبة. Go Emma. أنا بصراحة جامعية وعندي شهادة وأبي أتزوج وأبي خاتم وشفت ولدكم وأبي سيارة ويا صبي. أنت اللي رايحة تطلبي إيده وأنت اللي عم تطلبي؟ راح تطلبي ايده للشاب؟ لا 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 على طول الكويتية تطلب. لا بس انت اللي رايحة تطلبي ايده، يعني انت اللي بدك اياه هلا، يعني لازم اطلب اللي انا ابيه. حلو العكس، رايحة تطلب وتطلب اللي بدي اياه معك. شرطي لازم. زين كم طلبتي اول ما طلبتي؟ ابي 6000. انا ايما ابي جيتار، ابي جيتار وبيانو واكسليفون وكورديون تبي فرقه موسيقيه بالبيت. بساعة اديتي هذا الدور شنو كركورة؟ دور كركورة مسرح الأطفال هذه؟ يب. من معها كانت؟ كانت مع مجموعة من الفنانين بس مو مشهورين طبعا. كان لك أيضا تجارب مع الفنان الكبير عبد العزيز الحداد؟ يا أفضل. هذا أفضل مخرج أنا اشتغلت معه بصراحة، وقدمتي فعلا تجارب وايد جميلة. وايد جميلة. طيب أبي هذا الطفل وناسة في بسمة وعبده تذكرونها؟ يا سلام، عجيبة عجيبة. خلنا نسمع إيمة سنان. بصوت سنان، بصوت إيمة نسمعها. ما أحلى أن نعيش في حب وسعادة.
تبقى آمال للجميع والدنيا تبقى تبقى آمال للجميع والدنيا تبقى تبقى آمال للجميع. عدل 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 ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك خالد. طبعا ايضا ما شاء الله متميز وعزفك وايد جميل يعطيك العافيه. ندخل المستمعين معنا. رجعنا للعبه والتحدي. بدنا نقول شو اسمه سامي. مين معنا سامي؟ بدنا نشوف سامي. الو صباح الخير. الو صباح الخير. يا صباح الورد سامي. يقولون انك انت اليوم بتغني دويتو مع ايما. اول شيء ارحب بضيفتكم ايما واصبح عليها بالخير. ثانك يو. يا هلا يا هلا. وما شاء الله طبقه صوت ناس طبقه صوت ريمي ما شاء الله. ريمي ايما الكرتون. هلا طفولي وايد والله. زين وانت يا ترى سامي طبقه صوتك ناس طبقه منه؟ لا انا لو اغني تعتزل والله. ما يجبدي والله يا سامي حبيب. الله يسلمك سامي. جاهز؟ اي جاهز ان شاء الله. بتعادل رشا. نعم ترى من اول مسابقة ما حد فاز وياك شوي شوي. لا لا ابو حسين فاز. بالعكس ابو حسين فاز. ما سمعتك في المطار تسوني طلع صعد سيارة عيل. حبيبي ان شاء الله انت بتكون ثاني واحد. طب انا عم يعني انا عم سهل عليكم عم اقول انت مثلا بتحب التمثيل بتحب تغني بتحب التحدي عشان اعرف انه شو يقول لك اذا غنى العالم تعتزل. لا انا احب التمثيل. تمثيل اكيد اكيد. اعطي سعد بدرب الزلق. طيب لا لا المسلسلات. لا انا اللي عجبني مقطع جسمه انت وايد شرط سامي يعني عبد الرضا انت بتوهقني اليوم. طيب انا انا الله يعدي على خير. يلا 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 اسمع اسمع. هلا حبيبتك من سنين اكتشفت انك انت خنتها وتركتك شو بتقلها؟ لازم تقنعها بالرجوع. لازم تمثل وتقنعنا. معك 30 ثانية جو. حياتي حياتي. نعم ترى ما قاعد اسمع. حياتي شتبي؟ لا اوي بس فيش ترى ما قاعد اخونك انا. انت ما عرفتي من معاي؟ لا انت خاين. انت فاهم الموضوع غلط صدقيني. لا انت خاين وغشاش. خليني ابرر موقفي. لا لا خليه خليه ياخذ راحته. زين بتكلم انا ممكن. يلا قول. حياتي اللي كنت قاعد معاها زين هذه موظفه شركه مدير الشركه وانا بقدم اوراقي عندها لا اكثر ولا اقل يعني هم انت بعد لازم يعني وين هي يعني. ما اصدق ما اصدق. انا خليت عندها موعد بس على طول حطيتها مكان عام. ما يعني اصدق ما اصدق. يبا قعدت مع قعدت معاها. لا اشتري لي جيتار. والله زين اذا السالفه كذي تمشي بالقطار. ما شاء الله عليك متمرس. تنحل. لا يابها سامي فاز. لا 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 انا ما في ايه يعني فعلا اقنعتني بس انا كنت بدي ازيد شوي. انا ما اقتنعت. لا لا انا ما اقتنعت. لا لا انا اقنعت بالقطار ولا بيانو بس. اوكي عن جد لا اقنعتني والقهوه علينا. علينا يستاهل. بعدنا مكملين وبعدنا مكملين اللعبة. بعد شوي رح ناخد اتصالاتكم ورح ندل مع إما وضيوفنا ونسمع أغاني. نحن لسا على 9 معكم. نرجع بنحكي وبنرجع بنغني. عسى ما يوحشك غالي. إن شاء الله. عبد الرضا بخصوص تليفونك اللي طرق على الهواء. سوري. جاهز جاهز المستمعين. عسى ما يوحشك غالي تطمن يا